بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئه الى اخيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه الشقيقه بمناسبه الاحتفال بذكرى ثوره يوليو المجيده كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئه مماثله الى اخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهوريه مصر العربيه.